والله شكرا لك مجدي. هات نحكي على حفيظ الدراجي توت سويت. في تغريدة يهبطها حفيظ الدراجي على التويتر سابقا ومنصة إكس حاليا يقول: أعجوبة السنة، التتويجات الفردية والجماعية لم تعد معيارا للتواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجوائز الفردية على مستوى الكاف. يبدو أن الاتحاد الإفريقي اخترع معايير جديدة عند إعلان القائمة المصغرة لهذا العام والمكونة من صلاح أوسيمان وحكيمي رغم تتويجه به. يحكي على رياض محرز: الدوري الانجليزي الممتاز، دوري ابطال اوروبا، كاس الاتحاد الانجليزي، سجل 17 هدف، صاحب 19 تمريره حاسمه و36 مساهمه تهديفيه، لم يخسر مع منتخب بلاده طيله السنه، الامر مثير للاشمئزاز والاستفزاز والضحك. رافق هذايا بصور فيها رياض محرز يحمل علم فلسطين، يعني وكانه تلميح انه مسانده رياض محرز لفلسطين كلفته الاستبعاد من القائمه المصغرة لجوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم. خالد، كلام تخلويذ هذا محمد، خاطر علاش كي نشوف اخر مرة رياض محرز ساعة ما لعبش، مش قاعد يلعب رون بلاسون العام اللي تعدى حتى في ليك شامبيون راه ما لعبش اكورد اخويا مع مانشستر سيتي، وقتها مانشستر سيتي كنا نحكيو على مشاكل مع غوارديولا والماتشوات في الشامبيونات قعد ماهوش يلعب. يعني اليوم كي اختاروا اوزيمان ميور بيتور في ايطاليا، صلاح حكيمي، صلاح هاز ليفربول، حكيمي تضبط اللي قلت لك هنا محمد، المغرب تنجم تخلط الدومي فينال بالضبط. اليوم جمعيه خلت الدومي فينال وتشوف حكيمي وكرندمون اللي يعمل فيه في باريس سان جيرمان، فما جوارات القوه نتاع الجوارات، ريت صلاح كي يغيب على ليفربول تولي حومه ما عادش ليفربول نتاع ليفربول، حكيمي في باريس سان جيرمان كي يغيب يخلي بلاصتو، صحيح اوزيمان بعد على نابولي، شوف نابولي الكلاسمون وين، ويهز لك ميور بيتور اليوم. دونك ما تهزنيش العاطفه على خاطر تزيري، تزيري نحبوه نحن، ما عندوش علاقه بفلسطين، ما عندهاش علاقه واحد. شوف تزيري في المغرب الكل نحبوهم، فما ناس اللي تستحق ثلاثه اللي اختاروهم خير من انا نقول لك مثلا فما واحد انا يغيظني مثلا بونو الجارديان تاع ياسين بونو، الحراس موجود في الحراس، هذو لاعبين هذو لاعبين موجود ياسين بونو العربي سنغري. والله ايش اقول لك، يمكن هو خمم بالعاطفه، اما ككره شقف بلغه رياض محرز شقف سيء، وين يلعبوا تو في الدوري السعودي تي صحيح الهلال الاهلي تي تقول تحب وفي البنك يظهر تيش عنا فيه ما تقارن فيه بصلاح تحب ولا تكره، تقارن فيه بتاع نابولي وزيمان وش اسمه حكيمي شيء بعيد على بعضه. ليه كل حاجه كيمش نقعدوا نصرفوا باللي القضيه الفلسطينيه ليه ونصرفوا حتى بمردود القديم ساعات ملاعبين تاع تو عندنا في تون يماركي لك مونتو يقعد يصرف في عامين راني كل مره ماركيت لك يلعبني فهمتني ايوه ظهر لي عنده العقليه ذي سي حفيظ ولذا نقول له راهو الثلاثه الموجودين من اقوى ما فما وما رياض محرز ما عندوش بلاصه راه ولا اسرائيل ولا لبنان ولا الاردن وما عنده حتى دخل هما حكاو كره والثلاثه ذايم من اقوى ما فما في افريقيا واضح اي سيد ماجد البرهومي رايك في الموضوع خويا حفيظ الدراجي حفيظ الدراجي معروف معناها زارع الفتن بين الدول المغاربيه من المفروض كان يفرح وانه ثم مغربي ومصري في القائمه وكذا ويعبر على اعجابه وما يحكيش بالحقد هذا الاعمى اللي ظهر وحتى مع المنتخب التونسي ومع الانديه التونسيه الانديه التونسيه تبى تلعب في نهائيات هو يبدا حزين كي يتمركي فريق تونسي يخسر فريق التونسي تشوف سعاده بالغه وشفناه حتى مع المنتخب هذا المنتخب التعيس الليبي اللي كذا شخص حقود وزيد قاعد معناها يتاجر بالقضيه الفلسطينيه كما حركه النهضه شنو الفرق بين البيانات اللي تهبط فيهم بنت الغنوش يتاجر بالدين تقول لك بابا صايم وكذا وبين هذا اللي يتاجر بالقضيه الفلسطينيه ايش دخل الاتحاد الافريقي انا ما نصورش الاتحاد الافريقي متصهين هذا الاتحاد الافريقي مش الاتحاد الاوروبي هذا الاتحاد الافريقي طبعا اغلب البلدان الافريقيه مسانده القضيه الفلسطينيه هذا الدرجه راه معلق زيد وعنده من التجربه وعنده اي اكيد لكن متعصب جدا لبلده وزارع للفتن حتى في كلامه مش موزون ومندفع ويحكي بعاطفه غريبه ولا يخفي العداء لدول الجوار ودول المنطقه معناها في اكثر من مناسبه يعني حطونا في الصوره هذا حفيظ الدراجي معلق جزائري في قنوات بي ان سبورتس يحكي على لاعب جزائري ما تحطش في القائمه النهائيه
جوائز الاتحاد الافريقي لكره القدم. دونك خلينا نحكي على رياض محرز. كان كما كان يحكي لك العب قبل كان هكا نعطيه المارادونا زاد ما هو نكرموه حتى في مماته وفي غيره. ما انتهى رياض محرز وغير هذا كان في السنوات الاخيره في دكه البدلاء كما يقول هو فهمتني في مانشستر سيتي. ساعتين نرجع نحكيوا عليه بالكدا. كمل فكرتك كمل رايك حسنين كان يحب يتفاعل مع الموقف الجزائري في الساعه الثانيه نحكيوا على اول حاجه قبل التصنيف هذاك اول ما خرجت كثر الكلام على بونو محرز ما كثرش الكلام حكيمي ما كانش متواجد في التصنيف هكا ولا صحيح. الجماهير الكل المغربيه والجزائري والعربيه حيحكوا الحديث كلهم على بونو محرز ولكن وان كان كيف قول اللي هو محرز بونو ما تنجمش تقارن حارس مرمى 90% يلعب بيديه بجوار لكن يمسها مرتين يخرج حمراء يمسها بيديه ما يخرج حمراء هذه ما تنجمش فما حاجات احكي لي على محرز اي لكن انا اخويا كي تجي انت محرز صحيح المغرب اللي عملته حاجه المرتبه الرابعه تشرف اي عربي وتشرفنا نحن وتشرف المغرب المغرب وحاجه كل الافريقية لكن ماهوش تتويج لانك تويك الكوره تويك الاعتبارات الكل تاخذ بالتتويجات هكا ولا كيما ميسي ما عمل حتى شيء وهز بالون دور هكا ولا حتى شيء هز كوب دي مونت هز كوب دي اي هز كوب دي مونت بالنسبه لشكون نحن نحكوا على هالاند وكذا ما هو السيو شوف ما عمل حتى شيء هز كجروب نحكوا كجروب هوني اللي يطرح فيه محمد ديبا اخر بالنسبه للمنتخب الافريقي اما افضل تعمل دمي فينال كوب دي مونت ولا تفوز بالكان شوف هي ميسالش نفوز بالكان انا نفوز بالكار هذيك تقعد التتويج الاخر الكل برشا في الكاتريام ظلم محرز ولا لكن محمد. لا محمد خلينا نكلمك عن صلاح نكلمك عن صلاح مثلا انا عندي احسن صلاح احسن جوار عندي في العرب لكن نحن نحكوا بالتتويجات محرز كان احسن محرز كان خير ثلاثه على ثلاثه على 59 ماتش لعب 43 يعني شنو وهذايا اذا انت اخذت بالاعتبار العقليه نتاع جوارديولا اللي هي في 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 تبديل الخطط وفي نقولوا احنا الافكتيف تدوير الافكتيف يعني توافق حفيظ انه ممكن صدمه اخلاقيه امر مثير للاشمئزاز كما قال شوف شوف حكيمي اقوى في البوست نتاعو لكن ما يوصلش اوسيمان زاد كيف كيف لكن اللي عمله محرز هو يمكن يكون اقوى لا تظلم محرز وانا بديما نقول لك من قبل محرز ديما احسن عندنا الكويز تو وقت الكويز مروان فيه في حياتي بالذمه